المحاضرة دي هنتكلم على الايزو ديفيشنز. طبعا مفيش جينيريك كلاسيفيكيشنز للسترابيزمس. الطريقة المعتمدة على دايركشن اوف ديفيشن دي اسهل طريقة، وكل نوع منهم مقسماه الى قسمين رئيسيين، الكوميتانت ديفيشن والانكوميتانت ديفيشن. الكوميتانت ديفيشن هي اللي فيها الديجري اوف ديفيشن از ذا سيم بغض النظر عن الجيز دايركشن، بينما النون كوميتانت ديفيشنز بتتغير الانجل اوف ديفيشن نتيجه الليميتيشن اوف داكشنز في اتجاهات معينه. ودي بنقسمها برضو لقسمين تانيين اللي هم يا اما تكون باراليسيز يا اما تكون ريستريكشنز. طبعا احنا هنتكلم على الايزي ديفيشن، هنتكلم على الكوميتانت ايزي ديفيشن. اما كل انواع الباراليتيك ديفيشن زي هنتناولها في المحاضره بتاعت باراليتيك استرابيزمس، اما ريستريكتيف ديفيشنز دي هنتناولها في المحاضره بتاع سبيشال فورمز اوف استرابيزمس. انواع الكوميتانت ايز ديفيشنز كثيره جدا، ولكن اشهرهم النوعين الموجودين على راس القائمه اللي هو الاكوموتيف ايزوتروبيا والكونجنتال ايزوتروبيا. ودايما بنقول ان الكوميتانت ايز ديفيشنز هي عبارة عن اكوموديتيف ايزوتروبيا وكونجنتال ايزوتروبيا وانواع اخرى. الانواع الاخرى دي بتشمل الدايفيرجنس انسفيشنسي ايزوتروبيا، الاكيوت ايزوتروبيا، الريكارنت، النستاجمس بلوكش سيندروم، الكونسيكوتيف ايزوتروبيا، الاكوايرد او البيزك ايزوتروبيا، السايكليك ايزوتروبيا، المايكروتروبيا، واخيرا السنسوري ايزوتروبيا. قبل ما نخش التايبز اوف كوميتانت ايزو ديفيشن هنتكلم على الايزوفوريا او الانترميتنت ايزوتروبيا، وبنقول ان هي ايزوتروبيا لا تظهر طول الوقت، تظهر احيانا وتختفي احيانا، وفي اغلب الاحيان بتكون مرتبطه بوجود ايرور اوف ريفراكشن. ولذلك في علاج الايزوفوريا او الانترميتنت ايزوتروبيا هي كوريكشن اوف ذا ايرور، او بنعمل سيرجري في شكل باي ميديا ريكسال ديسيشن. ليه وامتى وقد ايه؟ كل ده بيعتمد على الانجل اوف ديفيشن وعلى الانسنس بتاع ظهور الحول. نبدا باول نوع من انواع الكوميتانت ايز ديفيشن اللي هي الاكوموديتيف ايزوتروبيا او الحول التكيفي او حول طول النظر. الاكوموديتيف ايزوتروبيا له اربعه كاتيجوريز مشهورين. لازم نحدد الاكوموديتيف ايزوتروبيا اي نوع من هذه الانواع الاربعه، لان كل نوع منهم بيختلف طريقه علاجه عن الانواع الاخرى. اول نوع من هذه الانواع الاربعه هو الريفراكتيف اكوموديتيف ايزوتروبيا. ده بيتميز بالاتي: ان الديجري اوف ايزوتروبيا از ذا سيم ات نير اند ات ديستانس، وبيختفي الحول تماما عن الكوريكشن اوف ذا هايبروبيا. وبيتميز هذا النوع بان الاكوموديتيف كونفيرجنس تو اكوموديشن ريشيو بتبقى نورمال. النوع الثاني من انواع الاكوموديتيف ايزوتروبيا الاربعه هو النون ريفراكتيف اكوموديتيف ايزوتروبيا، وبيتميز بالاتي: ان الايزوتروبيا بتبقى مور ات نير ذان ات ديستانس، وبيبقى المتسبب في هذا النوع من الايزوتروبيا اكسسيف اكوموديتيف ايفورت، وبيبقى غير مرتبط بالهايبروبيا زي النوع الاولاني، وعشان كده بنسميه نون ريفراكتيف. بتبقى الاي سي تو اي ريشيو هنا بتبقى هاي، بينما النير بوينت اوف اكوموديشن بتبقى نورمال. النوع الثالث من انواع الاكوموديتيف ايزوتروبيا الاربعه اللي اسمها بارشالي اكوموديتيف ايزوتروبيا، وبتتميز كالاتي: انها ايزوتروبيا ناتجه من هايبروبيا، وعند اصلاح الريفراكتيف ايرور بنلاقي الايزوتروبيا بتقل قليلا ولكنها لا تختفي تماما، وعشان كده بنسميها بارشالي اكوموديتيف ايزوتروبيا. النوع الاخير من انواع الاكوموديتيف ايزوتروبيا الاربعه اسمه هايبو اكوموديتيف ايزوتروبيا، ومن اسمه كده بنقدر نستنتج ان الاي سي تو اي ريشيو بتبقى قليله، يعني الاكوموديشن بيبقى قليل، وعشان كده بنسميه هايبو اكوموديتيف ايزوتروبيا.
وبيتميز بانها بتبقى ايزوتروبيا مور ات نير ذان ات ديستانس، بيبقى معاها النير بوينت اوف اكوموديشن بتبقى ريموت، بتبقى ابعد من الطبيعي، وبيبقى معاها كونفيرجنس اكسس، وده هو سبب الايزوتروبيا وليس سببه الاكوموديشن. الاي سي تو اي ريشيو او الاكوموديتف كونفيرجنس تو اكوموديشن ريشيو النورمال بتكون 4 الى 1، وتعرفها انها ذا اماونت اوف تشينج ان كونفيرجنس نيدد فور سبيسيفيك اماونت اوف اكوموديشن. وبتبقى الاكوموديشنز بتتقاس بالدايوبترز، بينما الكونفيرجنس بتتقاس بالبريزم دايوبترز. وايه معنى ان احنا نقول ان الاي سي تو اي ريشيو عاليه؟ ان العين بتكونفيرج اكتر من المطلوب، يعني كميه الاكوموديشن اللي بتعملها العين عشان تفوكس ذا تارجت مش مطلوب لها الكونفيرجنس الزياده قوي دي. دي معناها هاي اي سي تو اي ريشيو، بينما اللو اي سي تو اي ريشيو معناها ان الكونفيرجنس اقل من المطلوب، يعني الاكوموديشن اللي بتعمله العين عشان تفوكس ذا تارجت بيبقى مصحوب بكونفيرجنس اقل كثيرا من المطلوب تو باينوكلري فوكست ذا فيكسيشن تارجت. الاي سي تو اي ريشيو بتتقاس بطرق كثيره، بنذكر منها اشهر ثلاث طرق اللي هي الهيتيروفوريا ميثود والجريدينت ميثود والديستانس نير ريليشن شيب. الهيتيروفوريا ميثود هي نتيجه المعادله اللي بتقول ان الاي سي تو اي ريشيو بتساوي الاي بي دي بالسنتيمتر زائد الفرق بين النير ديفيشن والديستانت ديفيشن مقسومه على 3. ندي مثال على كده، لو عندي الاي بي دي 5 سنتيمتر والنير ديفيشن 30 بريزم ديوبتر والديستانت ديفيشن 12 بريزم ديوبتر، يبقى الاي سي تو اي ريشيو هنا بتساوي 11. الطريقه الثانيه الجريدينت ميثود، وهي نتيجه المعادله اللي بتقول ان الاي سي تو اي ريشيو بتساوي الديفيشن وزاوت كوركشن ناقص الديفيشن ويز ادد لينسز مقسومه على الباور اوف ذا كوركتنج لينس. مثال، لما يكون الديفيشن وزاوت لينسز بتساوي 18 بريزم ديوبتر، بينما الديفيشن اثناء لبس عدسه مقدارها زائد 3 الديفيشن بتكون 3 بريزم ديوبتر، يبقى الاي سي تو اي ريشيو هنا بتساوي الديفيشن بدون نظاره ناقص الديفيشن من نظاره، يعني 18 بريزم ديوبتر ناقص 3 بريزم ديوبتر مقسومه على قوه اللينس بتاعت النظاره نفسها اللي هي زائد 3، وبالتالي الاي سي تو ريشيو هنا هتساوي 5. الطريقه الاخيره لقياس الاي سي تو ريشيو طريقه تقديريه وليست طريقه رقميه، بتقول لو ريدكشن اوف ايزوتروبيا افتر كوركتنج اوف ذا ريفراكتيف ايرور بيقل اقل من 15 بريزم ديوبتر، يبقى عندي هنا الاي سي تو اي ريشيو تبقى لو، بينما الريدكشن اوف ايزوتروبيا لو اثناء لبس النضاره بتكون اكتر من 15 بريزم ديوبتر معنى كده ان الاي سي تو اي ريشيو تبقى هاي. يبقى علاج النوع الاول من الريفراكتيف اكومتيتيف ايزوتروبيا اللي فيه النورمال اي سي تو اي ريشيو علاجه جلاس، والجلاسز بتنهي تماما وجود الايزوتروبيا سواء في النير سواء في الفار. وبيتميز هذا النوع من الاكومتيتيف ايزوتروبيا اللي علاجه بيكون جاست جلاسز ان الايزوتروبيا بتظهر تقريبا بين سن 6 شهور وسن 7 سنين، بيبقى في المتوسط بين سن 2 و3 سنين. انه عاده هذا النوع من الايزوتروبيا بيبدا انترميتنت ثم بعد شويه بتحول الى كونستانت ايزوتروبيا. بيبقى الايزوتروبيا هنا اوفن بتبقى هيرديتري، وبنلاقي بعض افراد الاسره عندهم نفس نوع الحول ونفس نوع الهايبروبيا. ساعات بيظهر بعد جنرال إلنس جامد شويه، وعاده الانجل اوف ايزوتروبيا بتتراوح بين 30 و40 بريزم دايوبتر. وبيجي هنا السؤال المشهور جدا، هل كل الاطفال اللي عندهم طول نظر بيبقى عندهم ايزوتروبيا؟ Why all hyperopic children don't develop accommodative ايزوتروبيا؟ لان مسار الانكوركتد هايبروبيا بيمشي كالاتي. الانكوركتد هايبروبيا
تؤدي الى بلير في الريتينال ايمج. المرضى هنا نوعين، يا مريض يرضى بالبلير ريتينال ايمج وما يعملش اي ايفورت اوف اكوموديشن تو فوكس ذيس ايمج، وبالتالي المريض ده هيبقى اورثوتروبيك لانه ما عملش اكوموديشن وبالتالي ما عملش مصحوب ليه كونفيرجنس. ولكن الاورثوتروبيا هنا هتبقى مصحوبه ببايلاترال اميتروبيك امبليوبيا، ودي امبليوبيا مشهوره جدا عند الاطفال اللي عندهم طول نظر عالي وما عندهمش ايزوتروبيا، بنلاقي عندهم بايلاترال امبليوبيا. النوع الثاني من الاطفال اللي عندهم هايبروبيا اللي ادت الى بلير ريتنال ايمج وعمل اكوموديشن عشان يعمل فوكس للبليرد ايمج، الاكوموديشن دي هتبقى مصحوبه طبعا باكوموديتيف كونفيرجنس. الاكوموديتيف كونفيرجنس هتبقى هنا ثلاث انواع، النوع الاول هيبقى مصحوب بفيوجنال دايفيرجنس، وبالتالي الطفل هنا هيبقى اورثوتروبيك ولكن هيبقى ايزوفوريك، عنده ليتنت ايزوفوريا. النوع الثاني الفيوجنال دايفيرجنس الاكوموديتيف كونفيرجنس بتبقى غير كافيه، انسفيشنت فيوجنال دايفيرجنس، وبالتالي ده الطفل اللي هيظهر عنده اكوموديتيف ايزوتروبيا. النوع الثالث من الاطفال دول بيبقى عنده لو اي سي تو اي ريشيو، يعني كميه الكونفيرجنس اللي بتحصل رغم وجود الايفورت اوف اكوموديشن اللي عامله عشان يكوركت البليرد ايمج، كميه الكونفيرجنس المصحوبه دي بتبقى قليله عشان الاي سي تو اي ريشيو لو، وبالتالي العيان ده بيبقى اورثوتروبيك. طب ايه السيناريو بتاع الايزوتروبيك هايبروبيك تشايلد؟ ولد عنده ايزوتروبيا وعنده طول نظر، بنعمل كوريكشن للهايبروبيا، بيحصل حاجه ان اتنين، يا نو ايزوتروبيا ات نير اور ات ديستانس، بيبقى ايزوتروبيك في كل المسافات وبالتالي ده هنعتبره ريفراكتيف اكوموديتيف ايزوتروبيا وعلاجه نظاره فقط ليس له علاج اخر. يا اما لما بنعمل كوريكشن للهايبروبيا بنلاقي بيحصل ريدكشن للايزوتروبيا في الفار ولكن بتبقى الايزوتروبيا موجوده اتنير، وده اللي بنسميه بارشالي اكوموديتيف ايزوتروبيا. الاحتمال الثالث لما الطفل يلبس النظاره بنلاقي عنده ايزوتروبيا اتنير وعنده اورثوتروبيا اطفار، وده الاي سي تو اي ريشيو ممكن تبقى حاجه من اتنين، يا اما هاي اي سي تو اي ريشيو، وفي الحاله دي بنسمي الحاله نون ريفراكتيف اكوموديتيف ايزوتروبيا، يا اما الاي سي تو اي ريشيو لو، وفي الحاله دي بنسمي الحاله كونفيرجنس اكسس اكوموديتيف ايزوتروبيا. الاحتمال الاخير عند الطفل الهايبروبيك اللي لبسناه نظاره ان نلاقي الايزوتروبيا هي اتنير زي اطفال، وبالتالي بنقول ان الايزوتروبيا هنا نوت ريليتد للهايبروبيا، ده طفل عنده هايبروبيا وعنده ايزوتروبيا من نوع اخر ليست اكوموديتيف ايزوتروبيا. يبقى الهايبروبيك تشايلد اللي لبسته نظاره ودخل في الاربع احتمالات بتوعي، الاحتمال الاولاني قلنا هيلبس نظاره وتختفي الايزوتروبيا تماما اطفال اند اتنير، وده علاجه نظاره وخلصنا من هذا النوع. النوع الثاني قلنا هنلاقي ايزوتروبيا اتنير اكتر من ايزوتروبيا الديستانس، والاي سي تو اي ريشيو هنلاقيها هاي اللي هي سميناها نون ريفراكتيف اكوموديتيف ايزوتروبيا. دي علاجها، بنلبس الطفل باي فوكال، فضلت الايزوتروبيا موجوده بنعمل باي ميديا ريكتس ريسيشن او باي ميديا ريكتس ريسيشن ويز فادن. النوع اللي بعد كده من الايزوتروبيا اللي احنا سميناه بارشلي اكوموديتيف ايزوتروبيا، لما لبسنا النضاره وجدنا ان الحول قل قليلا ولكنه لم يختفي تماما، اذا بنسميه بارشلي اكوموديتيف، وفي هذه الحاله بنعمل سيرجري الريزيديوال ايزوتروبيا الموجوده بعد لبس النضاره، ولكن الطفل بيظل يلبس نظارته زي ما هو لان الكوريكشن اوف ذا هايبروبيك ايرور بيعدل جزء من الحول والسيرجري بتعدل الجزء المتبقي من الحول. بنيجي للسؤال ده اللي دايما الامهات بتساله لنا، طيب
انا بنتي من النوع اللي اكومتيف ايزوتروبيا يا دكتور، هل ممكن اعمل عمليه بدل لبس النضاره وكل ما تلبس النضاره اللي انت تعدل كل ما تقلع النضاره يحصل ايزوتروبيا؟ لا طبعا ما ينفعش. الاكومتيف ايزوتروبيا علاجها الوحيد لبس النضاره، لا يمكن استبدال لبس النضاره بسيرجري. طيب نحل المشكله دي ازاي عند هؤلاء الاطفال اللي كل ما يلبسوا النضارة عينهم تبقى شكلها جميل، اول ما يقلعوا النضارة هيبقى عندهم ايزوتروبيا؟ علاج هذا الموضوع بيبقى عملية ليزك لما يوصلوا للسن المناسبة لاجراء عملية الليزك. ليه ما بنعملش ليزك للاطفال؟ طبعا ممنوع منعا باتا ان احنا نعمل روتين دي عمليات الليزك للاطفال اللي عندهم هايبروبيا بديل للنضارة، للمخاطر الكثيرة اللي الموجودة واللي بنعرفها لعمليات الليزك عند الأطفال. هنتكلم دلوقتي على الكونجنتال إيزوتروبيا. تسمية هذا الحول في خلاف بين المراجع المختلفة، لأنه فعلا ما بيظهرش أبدا ككونجنتال استرابيزمس، ما بيحصلش أن الطفل بيتولد هكذا بكونجنتال إيزوتروبيا، ولكن بيظهر بعد الولادة بقليل. وعشان كده الكونجنتال إيزوتروبيا له تسميات أخرى زي الإنفانتايل إيزوتروبيا أو إسينشال إنفانتايل إيزوتروبيا. الكونجنتال إيزوتروبيا تعريفه طويل شوية. الديفينيشن بتاعه إنها إيزوتروبيا بتظهر في الفيرست 6 مانس أوف لايف. ثانيا الإيزوتروبيا بتكون لارج أنجل 40 ل 50 بريزم دايوبتر. ثالث حاجه النورمال ريفراكتيف ستيت فور ايج. واخيرا لا يوجد عند البيبي اي برين ديسيز او اوكولار ديسيز متسببه في الايزوتروبيا. الكونجنتال ايزوتروبيا ليها كونستانت فايندنجز لابد تبقى موجوده عند الطفل اللي انا مشخصه كونجنتال ايزوتروبيا، بينما في فايندنجز اخرى بتبقى فاريبل فايندنجز، احيانا نلاقيها مع الكونجنتال ايزوتروبيا واحيانا ما بتبقاش موجوده، انما وجودها او عدم وجودها لا ينفي اطلاقا تشخيص الكونجنتال ايزوتروبيا. الكونسيستنت فايندنجز بتاعت الانفانتايل ايزوتروبيا او الكونجنتال ايزوتروبيا، اولا لابد انها تكون لارج انجل، ثانيا بيبقى عند البيبيات دول ساين مهمة جدا وريلايبل في الدياجنوز اللي هي اسيمتريك اوبتوكاينيتيك نستاجمس. بنلاقي فيه نستاجمس في اتجاه دوران معين للدرام، ولكن لو عكسنا اتجاه الدوران بتاع الدرام بنلاقي نستاجمس يا اما بيختفي يا اما بيظهر نوع اخر من نستاجمس اللي كان موجود في الدوران الاولاني. ثالث حاجة في consistent findings ان لابد الانفانتايل ايزوتروبيا تظهر في الفيرست 6 مانس اوف لايف. واخيرا اخر حاجه لابد انها تكون موجوده في الكونسيستنت فايندنجز الريفراكشن بتاع الطفل بيبقى طبيعي بالنسبه لسنه. بالنسبه للفاريبل فايندنجز، اولا ساعات بعض الاطفال اللي عندهم كونجنتال ايزوتروبيا بيبقى عندهم انفيرور اوبليك اوفر اكشن، ساعات بيبقى عندهم نستاجمس مانيفست اور ليتنت نستاجمس، ساعات بيبقى عندهم ليميتد ابدكشن وبنغلط ساعات في تشخيصها انها كونجنتال 6 نيرف بولسي، احيانا بيبقى عندهم دي في دي، واحيانا بيبقى عندهم انوملس هيد بوستشر في شكل فيس تيرن او هيد تيلت. واخيرا اخر فاريبل فايندز ممكن نلاقيها عند البيبيهات اللي عندهم كونجنتال ايزوتروبيا بيبقى عندهم اب شوت او داون شوت بيشبه كثيرا اللي بيبقى موجود في دوين سندروم اثناء الادكشن. الديفرنشال دياجنوز بتاعت الانفانتايل ايزوتروبيا هي الايزوتروبيا اللي ممكن تظهر في اول 6 شهور بعد الولاده، بنذكر منها الكونجنتال 6 نيرف بولسي، بنذكر منها الايزوتروبيك دوين او دوين 1 سندروم، بنذكر منها الموبيس سندروم اللي بيبقى فيها بايلاترال 6 نيرف بولسي، بنذكر منها
الاكوموديتيف ايزوتروبيا، ودي شرحناها بالتفصيل. بنذكر منها سنسور ايزوتروبيا، يكون في اوباسيتي في الميديا او ديزيز في الريتنا او في الاوبتيك نيرف مقلله الفيجن وبتعمل ايزوتروبيا، النستاجماس بلوكج سيندروم، واخيرا في انواع كثيره من النيورولوجيكال ديزيز اللي بيظهر فيها ايزوتروبيا زي الداون سيندروم، زي المينتال ريتارديشن، وزي السريبرال بولسي. لازم نذكر هذا النوع من الايزوتروبيا وهو يونيك تايب اوف انفانتايل ايزوتروبيا اسمه السيانشيا سيندروم، بيتميز بوجود الاتي: كونجنتال ايزوتروبيا بكل الفيتشرز اللي احنا قلناها على كونجنتال ايزوتروبيا، بيبقى معاها ليتنت نستاجماس ومعاها فيس تيرن تو ذا رايت اور تو ذا ليفت، معاها ليميتد ابدكشنز اوف بوث ايز، بتشبه كثيرا البايلاترال سكس نيرف بولسي. والتريتمنت بتاع السيانشيا سيندروم هو برضو التريتمنت بتاع الانفانتايل ايزوتروبيا، عباره عن باي ميديا ريكتس ريسيشن. دايما بنتسال هذا السؤال: امتى اقدر اعمل للبيبي عمليه الكونجنتال ايزوتروبيا؟ في اي عمر؟ في عمر شهر؟ في عمر شهرين؟ في عمر 5 شهور؟ امتى اقدر اعمل العمليه؟ السؤال الثاني: بعمل قد ايه باي ميديا ريكتس ريسيشن؟ السؤال: امتى اقدر اعمل للبيبي ده العمليه؟ بيبدأ اتفاق المراجع على السن المقبولة لعمل عملية للكونجنتال ايزوتروبيا بتبدأ من 4 شهور. اما اعمل ريسيشن قد ايه؟ طبعا الجداول موجودة في كل المراجع، تقدر تطلع عليها او تقدر تصورها من المحاضرة هنا على كمية الريسيشن اللي انا بحتاجها لكل ايزوتروبيا حسب درجة الحول الموجودة. محتاجين هنا واحنا بنتكلم على السيرجيكال تريتمنت اوف انفانتايل ايزوتروبيا ان احنا نؤكد يجب قياس كميه الريسيشن المطلوبه ليست من الانسيرشن بتاع الميديا ريكتس، ولكن بنقيسها من الكورنيا. دي طبعا لسبب مرتبط بحجم الجلوب وتغيره في الشهور الاولى من العمر، من سن 4 شهور الى سن 3 سنوات، حيث بيبدا حيث يكون الديامتر بتاعة كرة العين في الشهور الأولى من العمر يبدأ من 19.5 ملليمتر إلى أن ينتهي عند تمام النمو بتاعه في سن 3 سنين، بيكون 23 ملليمتر. لأن الجلوب مثلا في سن 4 شهور بتبقى طولها حوالي 19.5 ملي، والإكويتور هنا بيبقى على بعد 9.5 ملي من الليمبس. معنى كده لو انا عندي طفل 4 شهور وعملت له ميديال ريكتس ريسيشن مقداره 9.5 ملي من الكورنيا، معناه ان انا حطيت الانسيرشن جديد بتاع الميديال ريكتس تماما على الاكويتور. بينما لو انا عملت ريسيشن كالمعتاد اللي هو 5.5 ملي، بنجد الريسيشن الجديد هنا هيختلف بعده تماما عن الاكويتور حسب سن الطفل اللي انا عملت له العملية. فلو انا قلت ان انا هعمل ريسيشن مقداره 9.5 ملي من الليمبس، وانا عندي اصلا الجلوب كان الاكويتور على بعد 9.5 ملي، وانا كان اصلا العضلة موجودة على بعد 5.5 ملي من الكورنيا، يبقى في هذه الحالة انا عملت ريسيشن فعلي مقداره 4 ملليمتر فقط. بينما لو انا عملت نفس كمية الريسيشن 9.5 ملي فروم ذا كورنيا، وكان البيبي اللي انا عامله العملية الانسيرشن بتاع الميديا ريكتس موجود على بعد 3.5 ملي من الكورنيا، معنى كده ان انا عملت له ريسيشن فعلي مقداره 6 ملي. وعشان كده في 1960 ظهرت الدعوة ان احنا نقيس كمية الريسيشن بتاع الميديا ريكتس من عند الكورنيا وليس من عند الانسيرشن، لان وجدنا تقريبا 50% من الحالات بيحصل لهم اندر كوركشن نتيجة الريسيشن الغير كافي نتيجة قياسنا من عند الانسيرشن. لكن لما ابتدى اطباء الحول بعد كده يقيسوا من عند الكورنيا، قلت حالات الاندر كوركشن
بعد عمليات الكونجنتال ايزوتروبيا ل 10% فقط بعد ما كانت 50%. وانا بنهي كلامي على الانفانتايل ايزوتروبيا ليا كذا نصيحه عايز اقولها لحضراتكم. اولا ان البيبي اللي عدى من عمره 3 شهور ولسه عنده ايزوتروبيا لابد انه يحصل على كومبليت اوفثالمولوجيك اكزامينيشن. تاني حاجه خطا جسيم ان انا اخبر الاباء ان مشكله الايزوتروبيا عند ابنهم لا تستدعي اي تدخل طبي في هذا الوقت، ولكن ينتظروا لما يبقى في سن دخول المدرسه ثم يبحثوا هنا عن المشوره الطبيه. النصيحه الاخرى ان اهمال علاج انفانتايل ايزوتروبيا في سن مبكره يؤدي الى سيفير ايريفيرسبل انوماليز. حتى بعد كده لما الطفل بيبقى كبير وبنعمل سيرجيكال كوريكشن للايزوتروبيا الموجوده فان الانوماليز اللي حصلت له نتيجه اهمال الحول هذا الوقت الطويل لا يمكن اصلاحها، من على سبيل المثال الباينوكلر فيجن. واخيرا اخر نصيحه بنقولها على الانفانتايل ايزوتروبيا، نمره 1 ان انا اقدر اعمل دياجنوزز مؤكد للانفانتايل ايزوتروبيا بدايه من سن 4 شهور. نمره 2 ان انا اقدر اعمل سيرجري لهؤلاء البيبيهات في منتهى السيفتي بدايه من سن 4 شهور. نمره 3 لابد ان نضع في الاعتبار ان ربما نحتاج عمليه ثانيه لاصلاح الحول عند هؤلاء البيبيهات. واخيرا نقدر نقول ان اكتر من نص البيبيهات اللي احنا بنعمل لهم عمليه في سن مبكره بيستعيدوا الباينوكلر فيجن وال3 دي بطريقه طبيعيه تماما. احنا كده خلصنا اشهر نوعين من الايزوديفيشنز اللي هو الاكوموديتيف ايزوتروبيا والكونجنتال ايزوتروبيا. النوع الثالث من الايزوديفيشنز هو البيزك ايزوتروبيا، ودي اي ايزوتروبيا بتظهر بعد 6 شهور من العمر، وبيكون فيها النير ديفيشن بيساوي الديستانت ديفيشن، وبيكون الطفل ما عندوش اي ايرور اوف ريفراكشن. وعلاج الاكوارد او البيزك ايزوتروبيا هو ايضا باي ميديا ريكتس ريسيشن. النوع اللي بعد كده من الايزوديفيشنز الاكيوت ايزوتروبيا، بتيجي دايما بعد اوكلوجن لون اي لاي سبب، بنلاقيها ساعات مثلا بعد عمليه كاليزيون غطينا عين الطفل لمده 6 ساعات، بنفاجئ الطفل بيشيل الغطاء بعد 6 ساعات بيفاجئ بوجود ايزوتروبيا. اسبابها ان يكون الحاله ديكومبنسيتد ايزوفوريا كانت موجوده قبل كده، او ديكومبنسيتد اكوموديتيف ايزوتروبيا. واخيرا اخر اسباب الاكيوت ايزوتروبيا ان يكون في انترا كرانيال باثولوجي. التريتمنت اوف اكيوت ايزوتروبيا، بنعمل الاول كوركشن اوف ذا ريفراكتيف ايرور، بنعمل بعد كده اكزامينيشن للفاندس والميديا بتاعت العين اذا كان فيها اي اوباسيس ولا لا، بنعمل بعد كده ام ار اي عشان نتاكد من عدم وجود انترا كرانيال باثولوجي. اذا تحققنا من سلامه كل هذا بنقدر بعد كده نعمل السيرجري. النوع اللي بعد كده من الكومتنت ايزوديفيشنز اللي هي نستاجماس بلوكج سيندروم، وهو عباره عن نستاجماس بيحصل ديورنج ابدكشن، فبيلجا الطفل هنا انه يعمل ادكشن لبوث ايز عشان يعمل بلوكج للنستاجماس، ومن هنا جه اسمه نستاجماس بلوكج سيندروم. وعلاج النستاجماس بلوكج سيندروم هو باي ميديا ريكتس ريسيشن ويز فادن. النوع اللي بعد كده من الكوميتنت ايزو ديفيشنز هو الريكارنت ايزوتروبيا، كل ما نعمل عمليه تعود الايزوتروبيا لنفس الانجل كما كانت، نعمل عمليه ثانيه تعود الايزوتروبيا لنفس الانجل مره اخرى، ولا نعرف اسباب واضحه لحدوث هذا. النوع اللي بعد كده للكوميتنت ايزو ديفيشنز المايكروتروبيا، وهي ايزوتروبيا
درجتها قليلة جدا لا يمكن تشخيصها عن طريق الديسنترد كورنر ريفلكس ولا عن طريق الشيفت انكفر انكفر تيست، ولكن يمكن تشخيصها بطرق اخرى عن طريق الاكزامينيشن اوف ذا فيكسيشن باترن، فبنكتشف فيها وجود مونو فيكسيشن، وعشان كده بعض الناس بتسميها مونو فيكسيشنال سيندروم، وبنقدر نشخصها برضو عن طريق الباجوليني استرييتد جلاسز. وعلاج الميكروتروبيا اذا اكتشفناها في سن مبكره ان احنا نعالج الامبليوبيا. النوع اللي بعد كده من الكوميتانت ايزوديفيشنز اللي هي سنسوري ايزوتروبيا، وايزوتروبيا تحدث نتيجه وجود اي ديزيز في الريتنا او اي اوباستيز موجوده في الاوبتيكال ميديا بتقلل الفيجوال اكيوتي. وعلاج السنسوري ايزوتروبيا بيكون اولا ان احنا نتوجه بالعلاج الى الكوز بتاع الايزوتروبيا قبل ما نوجه اهتمامنا لاصلاح الايزوتروبيا سيرجيكالي. النوع اللي بعد كده من الكوميتانت ايزوديفيشنز هو الكونسيكيتيف ايزوتروبيا، هي ايزوتروبيا تحولت الى اكسوتروبيا يا اما بطريقه تلقائيه يا اما في معظم الاحيان تكون ناتجه عن عمليه اصلاح اكسوتروبيا، ولكننا بنكون عملنا اوفر كوركشن. فلو كانت بوست اوبرتيف كونسيكوتيف ايزوتروبيا بنبدا علاجنا بالالترنيت اوكلوجن، ربما تصلح في علاج الايزوتروبيا الموجوده، لكن اذا ظلت الايزوتروبيا موجوده فبنلجا للسيرجري يا اما عن طريق اللاتر ريكتس ادفانسمنت يا اما عن طريق الميديا ريكتس ريسيشن. النوع التالي من الكوميتانت ايزوديفيشنز اللي هو دايفيرجنس انسفيشنسي ايزوتروبيا، از ا رير تايب اوف كوميتانت ايزوديفيشن، بيتميز انه بيكون اورثوتروبيك ات نير، بينما الايزوتروبيا بتظهر ات فار، وهو على عكس معظم انواع الايزوتروبيا اللي بتظهر اساسا في النير بينما تقل في الفار او بتختفي. وعلاج الدايفيرجنس انسفيشنت ايزوتروبيا بيبقى باي لاتر ريكتس ريسكشن، بيفضل هذا عن الباي ميديا ريكتس ريسكشن. بنوصل دلوقتي لاخر نوع من انواع الكوميتانت ايزوديفيشنز اللي هي السايكليك ايزوتروبيا، وهي ايزوتروبيا بتحصل بطريقه ميقاتيه غريبه جدا، ساعات بتبقى كل 24 ساعه وساعات بتبقى كل 48 ساعه، حيث المريض بيبقى ايزوتروبيك في يوم وفي اليوم الثاني بيبقى اورثوتروبيك، ثم يعود يبقى ايزوتروبيك برضه في اليوم الثالث، ثم يبقى اورثوتروبيك في اليوم اللي بعديه، وهكذا يوم ايزوتروبيا ويوم اورثوتروبيا. سبب هذا النوع من الحول غير معروف، لكن نتيجه علاجه بالجراحه نتيجه جيده، وبيتعمل له برضه باي ميديا ريكتس ريسيشن حسب الانجل الموجوده في الايزوتروبيك دي، اذا اجازنا تسميه هذا اليوم بهذا الاسم. عشان تبقى جراح حول شاطر لازم لما تجيلك حاله ايزوتروبيا تعرف الاول اذا كانت كوميتنت ولا نان كوميتنت. اذا كانت كوميتنت فبتتذكر على طول هذه الانواع اللي احنا ذكرناها في هذه المحاضره، بتحاول توصل للتشخيص الصحيح لنوع الكوميتنت ايزوتروبيا اللي قدامك عن طريق تذكر هذه الخصائص اللي بتميز كل نوع من انواع الكوميتنت ايزوديفيشنز اللي احنا ذكرناها، وده طبعا عشان نوصل لطريقه العلاج الصحيح الموصوفه لكل نوع من انواع الكوميتنت ايزوديفيشن. شكرا جزيلا، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه.